العصبية الثانية والحمية الثانية حمية الوطن، أن نقاتل لأجل الوطن. نحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه، حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه، والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد. ولكن الواجب عليه، ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي ولله الحمد، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا. انتبه للفرق، نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، نحمي الإسلام الذي في بلادنا، نحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشرق أو الغرب، لو كان بلادنا في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام. مهو لوطننا فقط، فيجب أن تصحح هذه النغمة فيقال نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا، أو من أجل وطننا لأنه إسلامي ندافع عن الإسلام الذي فيه. أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا، وليس فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن. وما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان وأن ذلك حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، هذا كذب، ليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحب لأنه وطن إسلامي، ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه. على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا أو من أجل وطننا لأنه وطن إسلامي لا لمجرد الوطنية.